losing weight after pregnancy أي خسارة الوزن من بعد الولادة. كتير من النساء بيضل مشغول بالهم كيف بدهم يخسروا وزنهم من بعد الولادة. من الصعب معرفة كم كيلو لازم تخسري من قبل ما تولدي. فوراً من بعد الولادة الوزن رح ينزل بخسارة الدم والسائل الموجود حول الجنين. من بعد عدة أسابيع بيخسر الجسم المي. من بعد هيدا بصير فيك تعرفي كم كيلو زادي. الأم لازم تاكل بشكل منتظم وهيدا بيخلي مستوى الطاقة عالي حتى مع عدم انتظام ساعات النوم. النشويات بتأمن طاقة بسرعة ولكن بيخسرها الجسم بسرعة. بينما البروتين، الخضرة والفواكه هني أحسن حل للحفاظ على مستوى عالي من الطاقة مع خسارة الوزن. مش بس النوعية مهمة، لازم تنتبه للكمية. الرياضة ممكن تكون صعبة لضيق الوقت، بس حتى 10 دقايق لعدة مرات يوميا ممكن يفيدوا. تنظيم النوم بيساعد بتنظيم الأكل وخسارة الوزن. الأفضل خسارة الوزن خلال وقت طويل، لأنه خسارة الوزن بسرعة بيخليه يرجع أسرع. صحتك مهمة، بس الأهم تحافظي عليها. تروني بكرة مع تيب جديد. تشاو.